بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله طلبتنا الأعزاء وأسعد أوقاتكم. نتواصل معكم في تقديم محاضرات الفسلجة الطبية من قبل الدكتورة الاختصاص ميسم محمد حسين الكعبي، اختصاص فسلجة طبية تناسل وعقم. ووصلنا وإياكم إلى اليونت 1 جنرال فيسيولوجي ليكتشر 7 بارت 2. بالمحاضرة السابقة احنا حكينا على السيل ديث اللي كان هو موضوع الابوبتوسيس، والآن ان شاء الله راح نتواصل وياكم البارت الثاني اللي هو ايضا سيل ديث، نفس الموضوع سيل ديث ولكن النكروسيس اللي هو موت الخلايا الغير مبرمج. نكروسيس means death in Greek، بالأغريق معناها الموت، is the uncontrolled and unprogrammed death of cells. إذن هي الموت الخلية الغير مبرمج والفاقد للسيطرة due to unexpected and accidental damage، نتيجة تعرض الخلية إلى ضرر طارئ وغير متوقع. is also called cell murder، قتل الخلية. because the cell is killed by extracellular or external events. after necrosis the harmful chemical substances released from the dead cells. يقول بعد عملية التنخير اللي تصير، احنا قلنا نكروز معناها عملية تنخير او موت غير مبرمج، تصير بحالات يعني تعتبر حالة مرضية مو طبيعية. فالمواد الكيميائية الضارة اللي تتحرر من الخلية الميتة السبب لنا cause damage and inflammation of neighboring tissues، سبب ضرر والتهاب الأنسجة المجاورة. causes for necrosis، common causes of necrosis are injury, infection, inflammation, infarction and cancer. necrosis is induced by both physical and chemical events، إذن يتحفز من خلال الأحداث الكيميائية والفيزيائية such as heat الحرارة، radiation الإشعاع، trauma يعني شدة خارجية، hypoxia نقص بالأكسجين due to lack of blood flow، نتيجة يعني نقص بجريان الدم في الأوعية الدموية، and exposure to toxins والتعرض إلى المواد السمية. هذه هنا العملية موضحة، عملية النكروسيس. طبعا هي يقول always pathological، إذن هي دائما شنو؟ دائما تكون يعني مرضية، حالة مرضية. ال first one يصير cell enlargement، طبعا احنا راح نشرحها بالتفصيل. cell enlargement وراها راح يصير عندنا loss of membrane integrity، يعني هاي الخلية الغشاء الخلوي مالتها أول شيء تنتفخ، وبعدها راح يفقد السلامة مالته بالنسبة للغشاء الخلوي، وخروج المواد وتناضحها من خلال الخلية والنيبرينج تشو as we mentioned. المرحلة الخامسة راح يصير inflammation اللي قلنا احنا راح يصير ردة فعل التهابي، وأخيرا nuclear degeneration راح يصير تحطم في النواة. هنا عندنا راح نشرح هذه العملية سهل، مجرد هذا رسم توضيحي طبعا كلش لطيف تستفادون من عنده، تتوضح لكم الصورة إن شاء الله. النيكروتيك بروسيس عملية التنخير. necrosis results in lethal destruction، إذن يحدث أو ينتج عن تضرر قاتل of cell structure and activity، لتركيبة ونشاط الخلية. The cell undergoes a series of characteristic changes during necrotic process. راح تمر عدة سلسلة من التغييرات راح تصير خلال عملية التنخير as we mentioned من هذا خلال هذا picture أو الفيجر. Cell swells causing damage of the cell membrane and appearance of many holes in the membrane. as we mentioned إن راح يصير انتفاخ بالخلية ويكبر حجمها ويسبب لنا
ضرر للغشاء الخلوي وظهور مثل الثقوب في الجدار أو الغشاء الخلية. Intracellular contents leak out into the surrounding environment. أي شيء من المكونات الموجودة بداخل الخلية راح تخرج إلى خارج الخلية. Intracellular environment is altered. راح يصير تغيرات بداخل المحيط الداخلي للخلية. Simultaneously في نفس الوقت large amount of calcium ions is released by the damaged mitochondria and other organelles. راح تتحرر كمية كبيرة من الكالسيوم ايون الكالسيوم نتيجة الضرر الذي حصل للميتوكوندريا والأعضاء الأخرى. Presence of calcium ions drastically affects the organization and activities of proteins in the intracellular components. هذا الكالسيوم يزداد التركيز مالته راح بشكل جذري يأثر على نشاط وتنظيم البروتين بالمحتويات الداخلية في الخلية. Calcium ions also induce release of toxic materials. أيضا إيش راح يسبب إنه راح يحفز على تحرير المواد السمية that activate the lysosomal enzymes اللي دورها تحفز الإنزيمات الحالة. Lysosomal enzymes cause degradation of cellular components. راح يسبب لنا الإنزيمات الحالة راح تسبب شنو تحطيم للمكونات الخلوية. And the cell is totally disassembled resulting in death. وبذلك راح تؤدينا إلى الخلية بأكملها راح تتفكك وتنتج لنا يعني إلى سبب إلى الموت الخلية. Products broken down النواتج اللي نتجت عن من طريق عن موت الخلية from the disassembled cell are ingested تلتهم by neighboring cells. زين راح تلتهم من قبل الخلايا المجاورة. Reaction of neighboring tissues after necrosis. هسه هنا شنو ردة الفعل اللي يصير الأنسجة القريبة من الخلية اللي صار يعني اللي مرت بعملية التنخير أو الموت الخلوي الغير مبرمج. Tissues surrounding the necrotic cells react to the breakdown products of the dead cells. راح تتفاعل هاي النواتج اللي نتجت من الخلية المنخورة راح تتفاعل نواتجها مع الأنسجة المحيطة بها. Particularly the derivatives of membrane phospholipids like the arachidonic acid. زين خصوصا احنا عندنا يعني مشتقات او مكونات الغشاء الخلوي اللي هو الفوسفوليبيد مثل عندنا الاراكيدونيك اسيد. Along with other materials, arachidonic acid causes the following inflammatory reactions. بإضافة إلى مواد أخرى ممكن تسوي أو عناصر أخرى الاراكيدونيك اسيد راح يسبب لنا التأثيرات الفعلية الالتهابية بالأنسجة المحيطة كالآتي. Dilatation of capillaries إذا توسع بالأوعية الدموية الشعرية in the region and thereby increasing local flow. فراح يسبب توسع بالأوعية الدموية الشعرية وبذلك راح يزداد جريان الدم في هذا المكان زيادة موضعية في جريان الدم. Increase in the temperature زيادة في درجة الحرارة leading to redding تؤدي إلى الإحمرار المن redding of the tissues إلى إحمرار النسيج. Release of histamine from these tissues which induces pain in the affected area. أيضا مادة الهستامين راح تتحرر وتسبب إن ألم في المنطقة المصابة. Migration of leukocytes and macrophages from blood to the affected area. هجرة أو حركة الكريات الدم البيضاء والكريات الالتهام من from blood من الدم إلى المنطقة المصابة because of increased capillary permeability بسبب زيادة التناضحية بالأوعية الدموية الشعرية. Movement of water حركة الماء from blood من الدم المن إلى tissues causing local edema إلى النسيج القريب من الخلية المصابة ويسبب لنا local edema وذمة موضعية. Engulfing and digestion of cellular debris and foreign materials like bacteria by the leukocytes and macrophages. إذن راح يصير شنو التهام
وهضم المواد الخلوية الضارة والمواد الغريبة مثل البكتيريا من خلال الليكوسايت والماكروفيز. Activation of immune system تحفيز الجهاز المناعي resulting in the removal of foreign materials راح يزيل الأجسام الغريبة. Formation of pus تكون عملية القيح by the dead leukocytes during this process من خلال شنو؟ من خلال كريات الدم البيض الميتة. Finally tissue growth in the area وأخيرا الأنسجة راح تتم من جديد و wound healing ويصير التئام في الجرح. Cell adaptation. Cell adaptation refers to the changes taking place in a cell in response to environmental changes. Normal functioning of the cell is always threatened by various factors such as stress. إذا هنا نقول التكيف الخلية معناها التغيرات اللي تحصل للخلية بالاستجابة إلى التغيرات المحيطة بها. الوظيفة الطبيعية الخلية طبعا دائما نقول مهددة تكون بعوامل مختلفة مثل الإجهاد أو الكيميكال ايجنت العوامل الكيميائية الأمراض وانفيرومنتال هازارد مخاطر البيئة. Yet the cell survive and continues the function by means of adaptation فراح تنجو وتستمر الوظيفة بها بعملية التكيف. Only during extreme conditions ما عدا الظروف القاسية the cell fails to withstand the hazardous factors which results in destruction and death of the cell. فإذا هنا نقول تحت تأثير الظروف القاسية الخلية راح تفشل في أنه تبقى في مواجهة العوامل والعوامل القاسية التعامل ومواجهة العوامل القاسية معها مما تؤدي إلى تحطيمها وإلى موتها. طبعا تكملت المحاضرة إن شاء الله الموضوع في المحاضرة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.